السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد، فيديو جديد. الجو راه مليح، جيت أنا والصديق ديالي الفلسطيني أمام هاد البحيرة، قلنا نعملوا شوية ديال الشواء، جبنا كاع المسائل معنا، الفحم إلى غير ذلك. نتلقوا في المكان ديال الشواء. احنا وصلنا المكان فين غادي نديروا النار. ها هو الاخ ناصر غادي يبتدي بشعل النار. في الحقيقه نتواجدوا بواحد المكان اللي هو جد رومانسي كما كتشوفوا. سبحان الخالق، هو ناصر كيشعل النار، راه حيوي ورياضي، لأننا نتواجد في واحد المكان اللي هو جد رائع وجميل. قريبا سنضع الدجاج فوق الشواية، فرجة ممتعة. في هذه الأثناء راكم كتشوفوا بأن ناصر كيوضع هذوك بحال الأجنحة ديال الدجاج، لأنها كتطيب بسرعة. راه كتساقط واحد شوية ديال الأمطار، ولكن الجو جد ممتع أمام البحيرة كما كتشوف. جو جد رومانسي. كم ديال الوقت مثلا من أجل الدجاج يكون يعني واجد يا حوالي نص ساعة؟ حوالي نص ساعة، 20 دقيقة. أوكي، مرحبا. مرحبا مرحبا. بس بدنا شغلة نهوي فيها. الآن الأكل جاهز كما كتلاحظوا. مع الشيف، ها هي مع الشيف ناصر. هون فرجيني الشيف. أنا والشيف ناصر نتمنى لكم يوما جميلا. دربة. مع السلامة. دربة. من هذا المكان الجد الرائع. مع السلامة.